أيمن من ظرفاء العصر، خفة الدم والتهريج وبيتريق على أي حد، أي حد بيتريق عليه. فبيجي بقى معانا في القعدات الجميلة جدا، وهو وعلاء عبد الصادق وضيا وممكن شوبير لو فاضي، يعني كل أصحابنا، علاء مهوب طبعا والمدامات والولاد طبعا كلهم. دي طبعا الصحبة الجميلة اللي خرجنا بيها من الكورة. في ناس كتيرة طبعا، بس ده يمكن احنا عشان قريبين شوية وساكنين قريبين من بعض فبنتجمع، ولازم أيمن شوقي متواجد معانا، يقعد بقى هنا شوية وهنا شوية. لا جميل يعني، وبالتوفيق أيمن، ربنا يكرمك يا رب، إن شاء الله هتستاهل كل خير، وشاطر وبتعمل استوديو تحليل جميل جدا جدا، وبالتوفيق إن شاء الله يا حبيبي. أيمن طبعا لو اتكلمنا عليه بقى بعيد عن الجانب الشخصي اللي اتكلمنا عليه قبل كده، لا فنيا بقى وكان ممتع في ادائه في الملعب، ليه ستايل كده جميل، هداف من القلائل، يعني ما بتلاقيش حد هداف بالشكل اللي بيعمله ايمن شوقي، بيعرف يقف صح في ال 18، مميز جدا بضربات الراس. لا يعني لما كنت بلعب ضده مثلا، لا كان ايمن بيخوف فعلا، بيعمل جامب عالي جدا جدا، عنده حس تهديفي، بيعمل شغل يعني فعلا، كان من العناصر المفيده قوي قوي، موجود في الملعب معانا حتى لو الماتش مقفول، في لحظه بتحس انت ممكن تكسب عشان ايمن شوقي موجود معاك في الملعب. وده شفناه في بطولات كتيره، في كاس مصر، في دوري، في افريقيا. لا يعني لعيب مميز مميز، ويمكن فترته كلها كان متواجد في منتخب مصر، حتى وهو في الكروم انضمام منتخب مصر كان وهو في الكروم، مش لما راح النادي الاهلي، واستمر وكانت رحله جميله وموفقه. كابتن ايمن شوقي هتقول ايه لحبيبك؟ ده لو مراتي مش هتتكلم عني كده. مش كده. اخ عزيز، ويمكن اعرفه من هو كان في المنيا. اما حكي لنا بقى القصه دي بقى، احكيها لنا، لان هو حكاها بس ما رضاش يزود فيها. طيب ماشي، انا بس عايز احكي حاجه بمناسبه الكابتن حماده صدقي. اتفضل. وانا في حلقه الكابتن حماده صدقي، هو حضرتك جبته هنا كويس، وكنت انا عملت حاجه ليه كده، وقلت بس هو يقول كان في لقب حضرتك مطلعه عليه والكابتن طاهر ابو زيد مطلعه عليه. ما توقعنيش معاه، ما توقعنيش معاه. وهو قال حاجه تانية خالص، قال مش عارف شحات ابو كف باين ولا ايه. هو ما كانش شحات ابو كف اصلا. هو كان فيلم، لو حضرتك تفتكر فيلم صراع في النيل، ايوه، كان في اتنين من المنيا في المنتخب. ايوه. مين ومين؟ كان هشام؟ لا، ولا ربيع؟ قبل هشام، حماده صدقي وربيع السيد. ربيع السيد. كنتوا مطلعين عليهم مجاهد ومحسن. ده فعلا، ده فعلا. هو حماده كان لما تقول له مجاهد او محسن مش شايف قدامه، يطلع يجري وراه. ما قاليش كده في حلقته. قلت له انا لو هاجي هقولها. قال لي والله انا ما فاكرها. قلت له يعني ما فيهاش مشكله. هو كان محسب هو. ايوه بالظبط. محسب.